السلام عليكم، كيفين؟ لاباس؟ بخير. اليوم كيف ما شفتوا غادي نشارك معكم واحد الفلوق. خارجه من الدار، المهم كنت جالسه مع اليوم بيا، قلت اشنو يلا نخرج الدراري ونخرجوا، واخا ما كنقدرش نخرجهم بوحدي، ولكن الحال سخون بزاف، كاين الصهد وكاين الشمس، ايوا صافي قلت انا نخرج الدراري ونتقدينا غير السرديل والمناضه. بلوغ رخيص لا غلى على مسكين، المهم بحال ما بعيدش بزاف راه قريب. تبارك الله الدراري درت لهم هنايا، درت لهم هاد المضيله صافي، دينا الكره والقويش طيتها هنا، دور كاع شطيتها هنا. المهم شي 800 وشي حاجه، كامل 600 ريال ديال الماكله. بلوغ رخيص، الحر قريب، مشاو على رجلينا. ايوا وفقوا معايا، تبقوا معايا هاد النهار حتى الاخر. ما تنساوش، ما تنساونيش من لايك واشتراك القناه وفرجه ممتعه. درت ليهم قيطون. دابا كيف ما شفتوا انا عفوا الحانوت، خديت هنايا غير جوج ديال الطون وباقي ديال الكاشير وبيمو هاد الدراري، وخديت الخبز المناضة والماء والكيسان صافي. هادشي اللي خديت. المهم مشينا للبحر، درنا كاسكروطات، كانوا الدراري ما كلوش مزيان، كنا حقاش يلا فطرنا وخرجنا وهما شبعانين. مهم دوزا نهار زوين صراحه، انك كتخرجي ماشي ضروره انك تخسري بزاف تاع الفلوس، انك تكون عندك الطوموبيل، يكون عندك ديما حتى شنو، يمكن لك دي غير الطون وتخرجي الدراري من الدار، واخا تخرجي غير للجرده، واخا تخرجي غير عندكم حكايا مناطق خضراء. حنايا ما عندناش هنايا بزاف ديال البلايص اللي فيهم الربيع، عندنا غير البحر والرمله كيف ما شفتوا. فين ما درتي كتلقاي البحر في الجوي كاملين تاع الداخله، في البحر كلها عامره بالبحر، ودار بالبحر ثلاث مرات شبه جزيره. صافي هذا هو المتنفس اللي عندنا، هو البحر. المتنفس الوحيد هو البحر. المهم بلادهم هو يخرج مره يخرج الدراري شويه يلعبوا وما يبقاوش حبوسين غير في الدار. انا كندير المونتاج، ولدي حدايا نعس، يلا وصلنا للدار الدراري عيانين نعس، وانا جلست قلت راه ندير المونتاج ديال الفيديو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم دوز نهار زوين، وكنتمنى ان هذا الفلوق يعجبكم. فرجه ممتعه، ما تنساوش اللايك لايك لايك الفيديو. دابا حنايا وصلنا وبقينا غادي على مسكين واحد البلاصه من المنزل، لحقاش كاين غير الجرب كيما شفتو البلاصه. المهم جيتي نعطيكم كسكوطات، عرفتو مني
ويحن ديرنا مكسكوطة فكرة صافي حنا أكثر يدير داكشي اللي كتنا جايبين كاش شير بيموات صافي لقينا راسنا طيحنا مفيش كنا مونيسكو مشات بنتي تقلب لي بقات مطايحين ويجيبين صافي درنا لعبة لي مكسكوطة تمايا كال وعرقوها صافي نضل كيلعبو معايا بقاو كيلعبو الكرة باللعاب صافي التعية تقربت حتى الخمسة تقريبا ديك العشية صافي قلت لهم يلا نمشي على وشاني مشينا على رجلينا المهم هي أنا ندوز نهير زوين وفوجو المهم ماشي كما قلت لكم بالضرورة أننا نديو شي حاجة غالية أو لا نكونوا ما عرفت شنو نديو باش صحتك أشي باش تكونوا فرحانين راه غير من شي حاجة بسيطة تنخل في السعادة هذه الأكلة المفضلة عندك ياك كنتمنى كل شي التوفيق سنة جديدة تدخل لكم الصحة والعافية هذا الفيديو راه الأخر ديال دي شهر 12 بحال يوم 30 في شهر 12 وانت انس اوه يقول لي اوه زعما راه باغي تجمع وانت الياس ويلي لا هكا صافي قلتي صافي صافي حيدش اوه